النحل عاملة رائعة. خلايا النحل مثال للتنظيم الجيد، يوجد فيها ملكة وعاملات وجنود، ولكل منها عمل خاص. الملكة هي الأكبر حجما، وعند النحل الإناث أفضل من الذكور. صحيح، هذا شيء رائع، يجب على الرجال أن يقتدوا بالنحل دائما. أنت تعرفين على الأسود منظمة هي الأخرى، وكذلك الطواويس. وعند هذه الحيوانات الذكور أكبر حجما من الإناث. نعم، ولكن عند الإنسان لا تعتمد شجاعته على كبر الحجم. النساء تقوم بأعمال أصعب من أعمال الرجال. النساء أكثر صبرا من الرجال. أوف، إذا لماذا عدد النساء العاملات قليل؟ النساء العاملات أكثر مما تظن. هناك الممرضات وعملهن صعب جدا، وهناك أيضا المضيفات الجويات، وهناك أيضا النساء اللواتي. لكن لا توجد امرأة واحدة تقوم بالعمل الذي أريد القيام به عندما أكبر. أي شيء؟ ماذا تريد أن تفعل عندما تكبر؟ سأكون مربيا للنحل. مربيا للنحل حقا؟ سأتمشى في الحقول مع عاملات النحل التي تقوم بامتصاص رحيق الأزهار، وبعد ذلك تعمل العسل من الرحيق. أقضي حياتي بين الأزهار وبين النحل، وعندما أكسب نقودا سأشتري شاحنة لكي أجمع العسل وأبيعه في المدينة. وفي كل صباح سأفتح الخلايا لكي تذهب العاملات إلى الحقول. سأحضر طعامي على نار الأخشاب وأكله بين الأزهار. إنها مهنة جميلة فعلا. إذن سنفعل ذلك مع بعضنا عندما نصبح كبارا. سأقود الشاحنة وأنت تحضرين الطعام. ها؟ نعم، سأحضر لك أطباقا كثيرة. مرحا. رائع، يجب أن تعتني بالنحل أيضا كراميلا. ماذا؟ يجب أن أعتني بالنحل أيضا؟ طبعا، سيكون ذلك عملنا الرئيس. إذن أعتقد أنني أفضل أن أكون مضيفة. لا يمكن الاعتماد على النساء. ماذا تقول؟ لأن النساء خوفت. لقد شعرت بالخوف بسبب التفكير بالعناية بالنحل. غير صحيح، أنا لست جبانة ولا أخاف من النحل، هل تسمع؟ صحيح، إذا لماذا غيرت رأيك؟ لأنني فكرت بالأمر وأفضل أن أكون مضيفة. البنات يشعرن بالخوف عند العمل. لا أسمح لك أن تقول ذلك أبدا أبدا. تخافين، قليلة الهمة. لست كذلك. بلى أنت كذلك. لا، غير صحيح. هذا صحيح. غير صحيح. قليلة الهمة. لا، أنت تكذب. أنت قليلة الهمة. غير صحيح. هذا صحيح. غير صحيح. هذا صحيح. أنا أكرهك، سأعود إلى المنزل ولن ألعب معك. إن كنت كبيرة الهمة أثبتي ذلك. سأثبت لك. سأقول لك ما قلت إلى أن تثبتي العكس. حسنا، سأثبت لك ذلك، قل لي كيف. سوف نرى. أولا يجب أن نجد مكانا مملوءا بالنحل. حاضر، سوف أبحث عن النحل. نحل. ها هما كراميلا وكالي. تينكي، هل تعرف أين يمكن أن أجد نحلا؟ قل لي. تريدين العثور على نحل؟ أعتقد أنه يوجد نحل كثير في حديقة بيتي. ممتاز، تعالي يا كاليميرو، هيا بنا. تبحثان عن النحل؟ إنه ليس مسليا. إيه يعنيك؟ هناك شيء ما يجب أن ألحق بهما. ها هو منزل دينكي. إيه، مجموعة كبيرة. ماذا؟ هل هناك عدد كافي منها فوق؟ نعم. ما هو العدد الكافي كراميلا؟ اسكت يا دينكي، إنها مسألة شرف بيني وبين كاليميرو. هيا اصعد واحضرها يا كالي. أمسك بها، أريد أن ألمسها. النحل لا يلدغ إلا إذا اعتدي عليه، لذلك لا تخاف. هيا اذهب كالي. سأفعل. كاليميرو انتظر، هل قررت فعل ذلك حقا؟ دينكي دعني وشأني، أنا أعرف عملي جيدا. إن أردت رأيي، أنت تشعر بخوف شديد. أما أخاف؟ سوف ترى، سأمسكها. سأمسكها مهما حصل. كالي، سأمسكها. ها هو السلم. سأستعمله. كاليميرو انتبه، لا تقلقي، بإمكانك أن تضربها بيدك. أنا لست مجنونا. ها هو، هل ترين لست بحاجة للجبان دينكي؟
النجدة. كليس كليس فعلا الرجال يخافون احيانا، اليس كذلك؟ ساعدي. انتهى الامر، عودوا. اوه، دمرتم جميع وردتي. أشوفكم كثيرا تملأ جسدي. مؤلم حقا، أنتما تثيران الضحك، أنتما الاثنان. لم تفهما شيئا، يجب أن تعرفا أن شجاعة البنات لا تقل عن شجاعة الأولاد. ماذا تقولين؟ على أن كراميلا طلبت مني أن أفعل ذلك. كاليميرو، انتظر، هل قررت فعل ذلك حقا؟ إن أردت رأيي، أنت تشعر بخوف شديد. يجب أن تشعرا بالخجل، ضربتما أرقاما قياسية في السرعة وأنتما تهربان. ها؟ وتقولان إنكما رجال؟ ولكن كان النحل يلسعنا. نعم حقا، أنتما تثيران الضحك، أنتما الاثنان. كيف الآن؟ أفضل؟ الأشواك تؤلم، ها؟ هل تعرفون لماذا للورود أشواك؟ لأن الورد ضعيف ويحتاج للأشواك للدفاع عن نفسه. كان يجب أن لا تلمس النحل. لماذا حاولت أن تمسكهم؟ لأن كراميلا طلبت مني أن أفعل ذلك. فعلت ذلك لأن كاليميرو يدعي أن النساء قليلات الهمة، وقلت إنني سأثبت عكس ذلك إذا أمسك بالنحل. فهمت كراميلا. أرأيت كاليميرو، البنات الصغيرات لطيفات جدا لدرجة أن البعض يشعر أنهن ضعيفات، ولكنهن في غاية الشجاعة. ولكن البنات يشعرن بالخجل ولا يحببن الظهور، ولذلك فهن لا يظهرن شجاعتهن إلا في المواقف الضرورية. هل فهم؟ ولكن البنات يشعرن بالخجل ولا يحببن الظهور. هل فهم؟ فيتي فعلا على حق، أعمل أنك فهمت. لقد قال الأستاذ يجب أن نفعل ذلك لوحدنا دون مساعدة أي كان. محزن أن لا يستطيع الإنسان الثقة بأحد. لم تفهما شيئا، يجب أن تعرفا أن شجاعة البنات لا تقل عن شجاعة الأولاد. ماذا تقولين؟ كفى، توقف عن جدالي وهيا نأكل بعض الحلوى. حلوى. أريد أن أخبركم أن امرأة عملت هذه الحلوى، أليس مهماً؟ غير مهم أبداً أبداً. لا يهم، المهم أنها حلوى. لا لا، تغيرتم كثيراً. لا يوجد عندهما إحساس. آسفة يا كاليميرو، في الحقيقة لا أعتقد أنني مربية نحل جيدة، أنا أخاف من النحل. لا تأسفي، أنا أخاف أيضاً من النحل يا كراميلا. هل فهمت؟ لا نصلح لتربية النحل. أنت على حق كراميلا، ولكن ماذا سنفعل عندما نصبح كباراً؟ يجب أن نفكر. لدي فكرة، لو نشتغل بالزهور سيكون ذلك عملاً أجمل وأقل خطورة من النحل. بائع ورد، نعم فكرة جيدة، هذا ليس خطيراً، ويمكن للبنات الصغيرات القيام بذلك. يمكنني أن أصبح طبيباً، أطب مهنة جميلة، ما شعورك لو ناديتني دكتور؟ في هذه المهنة أيضاً يعتقد الرجال أنهم أفضل من النساء؟ يصعب علي أن أدعوك يا دكتور. إذن يمكن أن أصبح طياراً، ما رأيك؟ ماذا؟ لن أقبل أن تكون رئيسي في العمل، أريد عملاً أشعر فيه أنني حرة ومستقلة، سأجد عملاً آخر. نعم نعم، وجدتها ماما. كيف ذلك ماما؟ نعم، قررت أن أكون أماً. فكرة أخرى غريبة. لا، سيكون لي أطفال، سأعتني بهم، سأقوم بتربيتهم، سأعمل منهم رجالاً، وهم على الأقل لن يخافوا من النحل. أنت تقولين ذلك؟ طبعاً، أنتم يا رجال كل ما يهمكم هو أن تعتني النساء بكم فقط. ولم لا؟ أنا لا أريد قضاء حياتي في خدمة الرجال. أنت كثيرة الاحتجاج كراميلا، يجب أن تجدي أفكارا بناءة. أنت مزعج. فهمت، قد تستغني عني كراميلا، ولذلك يجب أن أجد مهنة ما. سأكون مخترعا، المخترع التلميذ.